في الجزء الأول والتاني اتعرفنا على النباتات اللي بتاكل الفيران، الفطريات الغريبة، النباتات الراقصة، الزهور اللي ريحتها السيئة واللي شكل كرة البسبول وصيادة الذباب، كل العجائب الطبيعية دي من بين الأنواع النباتية الأكثر ندرة وغرابة في العالم. وهنكمل في الجزء الثالث مجموعة تانية من النباتات الأغرب والأندر في العالم، وكمان هنعرف الغابات الغارقة في بحيرة كاندي، وكمان هنسيب لينكات الجزء الأول والثاني في صندوق الوصف. أهلا بكم في قناة زراعة سهلة، ويريد تفعل الجرس لو كنت أول مرة تشوف فيديوهاتنا عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة، وما تنساش اللايك والشير. نبات الساقية بيحتوي على فخاخ زي بيت العنكبوت، بتمتد من الساق الرئيسي، وبيتم تغطية كل فخ بالشعر، بيقفل الفخ مع تعريضه لأي حافز. تاني حاجة عندنا صنوبر وليمي، نبات موجود من حوالي 200 مليون سنة على الأقل، بس ما كانتش معروفة لحد سنة 2004 لما اكتشفت في حديقة وليمي الوطنية في استراليا، واتسمت على المكان اللي اكتشفت فيه. سنودنيا هوكيد، ملهاش ريحة ولا حجمها كبير ولا هي غريبة الشكل، لكن بتعتبر أندر نباتات العالم. بيعتقد علماء النبات انه انقرض من عقود، لكن في سنة 2002 تم إعادة اكتشافها على منحدر جبلي في ويلز. الباوباب، شجر استوائي يعتبر من النباتات العبقرية، واللي لها حوالي 80 نوع من الأشجار بتنمو في مدغشقر. المدهش في الشجرة دي إنها بتخزن أكتر من 250 لتر من المياه، وممكن تعمر 500 سنة. فطر أسنان رأس الدب أو نباتات الثلج، بينمو الفطر ده على الأشجار الميتة أو الخشب الميت، وهي هشة زي الجليد، بتنمو على الأفرع وبتاخدها دعامة لها أو على جذع الشجرة. بيستخدمها الأطباء في صناعة الدواء، وخاصة الأدوية المستخدمة في علاج السرطان. كمان بتستخدم كمحفز لنمو الأعصاب وقتل الديدان. نبات التوت الأبيض السام، من النباتات الأصلية اللي موجودة في أمريكا الشمالية وموجودة في الغابات، اسمه برضو عين الدمية. بيوصل طوله لحوالي 60 سنتي، زهوره بيضة سامة صغيرة، وله عدد قليل من الأوراق. كمان عندنا فطر أسنان الشيطان، هو نوع خاص من الفطريات، بيفرز سائل على سطحه زي الدم. نبات غريب موجود في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. هو رغم ده واللي بيفرزه صالح للأكل، لكن السائل الدم الموجود على سطحه له طعم مر. لون السوائل اللي بيفرزها ممكن تكون متنوعة زي البرتقالي أو الوردي، وريحته ريحة كريهة. رافليسيا أرنولدي، اسم لنوع من النباتات له أزهار ضخمة وملوش أوراق أو سكان. بتنمو الأزهار بصورة طفيلية على سكان وجذور والعديد من الشجيرات الشوكية في جزر الملايو في أندونيسيا. بتعتبر الزهرة دي من الزهور النادرة، لأن براعمها بتحتاج عدة شهور عشان تنمو. حتى بعد ما بتنمو ما بتعيش الزهور المتفتحة إلا أيام، ومن هنا كان اندهاش العلماء إزاي الزهرة دي استمرت لحد دلوقتي من غير انقراض. بتنتج رافليسيا الضخمة أكبر الأزهار المعروفة في العالم لأي نبات، وممكن توصل لعرض 80 سنتي وقطرها المتر ووزنها 11 كيلو. بتنمو في غابات وأدغال جنوب شرق آسيا، وخصوصا في أندونيسيا والفلبين. للأزهار دي خمس فلقات عريضة وتكون لحمية، ولها في الجالب ريحة كريهة بتشبه ريحة اللحم المتعفن. شجر الدم التنين أو الدم أو دم الأخوين، من أقرب الأشجار في العالم، وبيرجع وجودها على الأرض لأكثر من مليون سنة. منتشرة النهاردة في جزيرة باليمن، واللي أصبحت محمية طبيعية بوجودها. بتعيش في الأرض صخرية، وبتفضل الأماكن العالية، وبتتحمل الجفاف لسنين طويلة. نبات ليتسوبس أو الصخرة الحية، هو نبات شكله بالظبط زي الحجرة أو الحصى. أوراقه بتنمو في المواسم الممطرة،
لونه بني أو رمادي أو أبيض أو وردي أو بنفسجي، يعتبر من الأنواع النباتية الغريبة جدا الموجودة في جنوب أفريقيا، وبيعيش لأكثر من 50 سنة. كمان من الفطريات فطر القرن ذو الرائحة الكريهة. فطر القرن بيعوم على سطح الأرض بكل قرونه، ريحته كريهة وشكله غريب، وبتتوزع قرونه جوه الوحل. نبات الحصان الميت، هي زهرة عملاقة ريحتها ريحة اللحوم المتعفنة لجذب إناث الذباب، وبتقوم بحبسهم داخل تجويف متورم طول الليل، والصبح بتسيبهم بعد ما يكون الذباب اتغطى بحبوب اللقاح، وتاني يوم بتسيبه يتنقل للنباتات المجاورة. النبات الراقص، عمرك شفت نبات راقص؟ هنا هنشوفه، برضو معروف باسم نبات التلغراف. بتتحرك أوراقه في حركات متشنجة لما بتتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الدفء أو الاهتزاز، وكمان كده بيتحرك على البوسيقى كأنه بيرقص. منشوراتها لها منشورات كل واحدة مجهزة بمفاصل في القاعدة بتسمح لها بالتحرك. الاسم ده بيطلق عليها لأنها بتتحرك في حركات دائرية عشان تحصل على أكبر قدر من الشمس. آخر حاجة بنتعرض ليها الغابات الغرقانة في بحيرة كاندي. بحيرة كاندي دي بحيرة موجودة في كازاخستان، طولها حوالي 400 متر في جبال تيانشان. اتكونت البحيرة بعد زلزال سنة 1911، والزلزال اتسبب في انهيار أراضي كبيرة، واتشكل سد طبيعي بالتدريج. بدأت المياه، مياه الأمطار، تملى الوادي وتكونت بحيرة. البحيرة دي بدأ ينمو فيها مجموعة من الغابات، وبدأت شكلها ومنظرها الرائع وغاباتها المغمورة وجذوع الشجر التنوب اللي بترتفع جوه المية بتظهر كأنها أشباح ضخمة. المية الباردة جدا في فصل الصيف إلى بتعدي 6 درجات مئوية، ده خلى الأشجار الصنوبر دي بتعمر في المكان ويوصل عمرها في البحيرة لأكتر من 100 سنة. ولأن مياه البحيرة في الجبال فبتكون صافية للغاية، وممكن نشوف قاع البحيرة وجذوع الأشجار موجودة فيها. في الشتاء بيتجمد سطح البحيرة وبتكون مركز رائع للصيد والتزلج. كده يبقى احنا قدمنا 3 أجزاء خاصة بأندر وأقرب النباتات في العالم. أتمنى تنول إعجابكم، وياريت ما تنسروش لايك وشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.